هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قايرك الشاطر، هيتدفن في متر في متر، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لي بريد وبعت لاوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع على شعبه يحس انصاره عليه رعب، هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. وصعب يا محمد مرسي عيط طالما يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي، ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في الميادين. احنا لو اردت نخرج الناس للميادين ما كناش هنعرف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنان ده؟ دي مؤسسة صاحبت 7000 طن حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه انه هو انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري عليه انه انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف انتهت خلاص. اكذوبه الاسلام عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم. اهدى اهدى انت عندك القلب. يطلع هو اهدى هتموت كده هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر اهدى اهدى. انا خايفه عليك والله. هو عند الدستور وحرسه. اهدى بس اهدى. يوم ما عمل ايه على الدستور يا حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري خمس دقايق صمت. اهدى بس اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش. مش مستاهله مش مستاهله. اهدى. طب خلاص طب خلاص خلاص في العقل وفي والله مرسي ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع بجوي اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى.